خوسي دابا راه دابا كلهم مشاو لهاد السبوع ديال بنكري راه مصدومين مصدومين ما زعما صدمه كبيره الحاج ما يستاهلش مسكين يتلقى وضحك مجرين هذا راه خصو الاعدام دابا كاين الحاج هو اللي تقتل من الوقت الاول العاملين في المعنى الحاج طيب راه ديما مسكين كيوقف كيحل الكارج عنده واحد الطوموبيله جديده هنا كيجبدها كيبقى يمسح فيها وكيزيد السلام السلام كاين الدراري كيدير امك كيدير هو حاج شويه مادي قاصح قاصح شويه في المعامل ديال الصرف ديالو عزيز عليه المال عزيز عليه شويه المال شكون اللي خشى الحاج من سبحان الله تبرع العام ديال الانسان ديال السيوس شكون اللي خشى الحاج؟ وراه هذاك هو اللي داب ليه اللي جابو من تارو جات مده خمس سنين السميه ما كنعرفوهاش لا شكون هو شكون مخدموه 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 راه عاطي المحل الكراج لا وعاطي بروميني طاج لانه هو خدام هذا الحاج خدام هذا الحاج تقريبا مده باش هو خدام هذا الحاج مدة خمس سنين هو خدام كنشوفوه كيحل كيمشي للكراج على هذا الشيء اللي كاين. انتوما خمس سنين انتوما في السكن شنو استنتجتوا بالعلاقه ديال الحاج؟ الحاج راه مدة السكن السكن 50 عام. السيد الاخر 50 شهر. 50 جايبو من البلاد زعما باش يبرك ليه في المحل ديال الكراج على والناس الوقت عاطيه سكن بروميني طاج هذا الشيء اللي كاين. قلت لي انصدمت هو انه وقت الحاج. اه تصدمنا. شنو سمعنا من المساكين انا قال لك شي قليله خرجوا الحاج من المحل ما بقاش خدام موعدي وقال شي ست ايام المحل تكرا الكراج على قال كرا لشي وحدين مورا وقال جرى عليه مورا وقعت الجريمه ربما قلت انا وشوف شي حاجه بيناتهم فلوس واش كيتسالوا ولا مضيعوا واحد الحاج كان الله يرحمهم شويه مادي عزيز عليه المال الناس كبار شويه كان مسكين كان الله يرحمه تاوي شويه قاصح شويه في الصرف ديالو بالنسبة للجريمة جاتكم شوية غريبة نتوما كسكينة قتلوه وقرضوه ودال ولا رتت انا راه بقى حام بورج والله إلا تصدمت من شدو قال لك قرضوه حتى الجريمة كتوقع عندنا في حيفا راه ثلاثة هذه هي الثالثة الجريمة شوية غريبة جرائم أخرى كتقتل من كيهرب شوية كتفلى عادة الجريمة ديال الحاج أغلبية الفلوس من شدو قرضوا بيناتهم فلوس العائلة ديال الحاج وصلاتهم خبار صافي كلهم في الطاليان مساكن واحد جوج دريات في هولندا مساكن واحد الدري الصغيرة يلاه كنت تنتقهوى مع سميتو رضوان يلاه مشى للطاليان مسكين سمعتها وتم راجع ثاني مطارات مسدودين كارثة وصافي طرحوا شي واحد السؤال انتوما كساكينة شكون اللي عاونوك تخرج هذاك البرميل ولا خرج البرميل والدراري عاونوه راه يكونوا الدراري ما عارفين شنو هو البرميل شين حتى قال لك شي واحد يهز الزمايه واحد البرميل راه تهز الزمايه ما تعرفش مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى كنتواجدوا في منطقة حي الفرح بالدار البيضاء فاجعة هزت الرأي العام بشكل كبير هذه الفاجعة شبيهة بفاجعة تبعها عدد كبير من المغاربة ديال سفاح حي الفرح اللي كانت حوالي سنة ونصف المكان اللي احنا فيه شاب في مقتبل العمر كيقتل المشغل ديالو وكيقطعو وكيديرو في برميل أسباب والمسببات حسب مجموعة من المصادر شنآن في التجارة لأنه هاد الشاب هو تيخدم معاه خرج بهذا القرار من بعد ما كمل الجرم ديالو قطع الجوتة دارها في برميل وصيفطها في الكار مشى معاه لتارودانت النواحي ديال تارودانت الناس استفاقت لهذا الجرم حسب المصادر اللي عطاتنا معلومات بناء على الرائحة وأمور أخرى الدرك الملكي دخلوا على الخط البحث دقيق عرفوا مرتكب الجرم جابوه لعين المكان اللي دار فيه الجرم هو اللي احنا على جد مقربة منه صراحة جريمة يعجز اللسان عن الكلام في الحيثيات ديالها معايا الجار ديال الساكنة اللي عنده تعرف السيد اللي مات عبد العالي عبد العالي انت ساكن هنا كنت تشوف داك السيد اللي توفى كيفاش في هذه الجريمة بهذه البشاعة الجريمة تبقنا تصبح نهار الصباح تهزينا لها السيد كما كنعرفوا مزيان المهم هذاك الشيء كيخصو مع العائله تاعو كنعرفوا المهم حنا بحوصل الجوار كنعرفوا مئات حد خدام كيجي كيدخل لدارو هذا الراجل الكبير اللي مات راجل مسن حتى كنتفاجئوا بهذا اللي دار الجريمه
كان سيد من اطيب الناس، كان هو ما عنده كيقول احنا ولد الدرب، ولكن اي واحد عنده مشاكل عائليه ماشي يسوق له. احنا بحسب الجوار ديالنا عمرنا سمعنا عير شي واحد، عمرنا سمعنا منه شكل مثل الله يرحمه الله يرحمه. حنا بحال الجرائم ما كنبغاوش كاع يعاودوا يتكرروا، وحنا بلاد ديال ماشي دوله اسلاميه، وحنا راه بهذا المنبر كنقولوا هاد الرجال اللي كيدوروا علينا الله يخليه كيخلونا نوصلوا الصوت تاعنا، راه الدور خصو يكون الدور كي حنا ما نضغطوش على السلطات، نضغطوا على الامن الوطني ولا نضغطوا على وزاره العدل. الوزاره خصها تشوفوا واحد الوزاره اللي عندها اول وزاره خصها تكون ام الوزارات، والله والله هذا عار هو الدور تاع وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه. خاص تكونوا ندوات، خاص يعاودوا يتفتحوا المساجد، خاص يتعاودوا يتفتحوا المساجد. هذا الشيء راه حنا كنسهروا عليه، لا راه كل شيء ولا كيستعمل بالمخلوق وما كنستعملوش بالخالق. هذا الشيء شنو كيطرا وكنشوف بحال الجرائم. نعم، بعض المعلومات على هذا السيد اللي تقتل وكيقولوا بلا ولادو كيعيشوا برا. كيعيشوا ماشي من الداربين. هو لا هو ولد الداربين تقريبا من الستينات، والله شاهد على ما اقول. انا حليت عيني فيه، انا دابا غادي ب 46 سنه حليت عيني في هذا السيد اللي مات. كيقولوا لي التازي ولا الاولاد ولا كاين الناس كيقولوا من تازه. الناس هو كنلقبوه بتازه، بحال كنقولوا شي واحد دكالي كنقولوا مراكش، ولكن هو كيكون طرع على الدار بيضاء اصل تاعو داك مسقط الراس تاعو، ولكن راه طرع معانا كبر معانا الاولاد تاعو اللي مشاو دابا لبرا تبارك الله عليهم الله يرضي عليهم ودخل. شحال المده اللي ما شفتيه؟ المده اللي ما شفتوش ما نكذبش عليك تقريبا. المعلومات اللي عندك شحال باش وقعت الجريمه؟ شي اسبوع تقريبا شحال؟ انا قلت لك تكلبيق دابا تكل مع نعس نعس الباح ما كاين والو. الناس تاع الدرب اللي كيدير بخير الناس حتى اليوم فاش وقت تكل سمع التازير قلت له خدام تاعو كنعرفو، هو الخدام تاعو كيمشي معاه كيجي معاه بحال الابل تاعو بحال هذاك الخدام تاعو وارث سيرو. شوف ساكن معاه في نفس الدار كاريلي نفس الدار هذاك التازي بيس عاود الزواج جا مرة الاولى الثانيه الثالثه، وهاد الدري اللي كان خدام معاه بحال ولده راه كبر معاه تقريبا بحال ولده وارث سره. كما كنقولوا حنا نقوم باش ما نكثروش الهضره الله يخليكم. الاراء كثيره، الاراء كثيره حدث ولا حرج، والاراء كثير، ولكن الحقيقه كتكون وحده. وحنا بغينا الحقيقه ان شاء الله ديال لا اله الا الله محمد رسول الله، والله ينصر الاسلام، والله يعطينا شي حكومه زوينه اللي تقاد لنا البلاد، والله ينصر معها حتى الملك، الله يغلبوا على ديالو. هذا الشيء ما كنطلبوا حنا، انا ما باغي من حتى شي واحد شي حاجه، بغينا الحياه الحياه والله، ورجع للبلاد الحياه تتلقى وتقاد. الله يرحم الوالدين. شكرا لك مشاهدينا الكرام، مجموعه من نقط في الموضوع، البحث لا زال جاري حاليا، بحث دقيق في الموضوع طبيعة الحال باستشارة النيابة العامة. المعلومات اللي قدرنا نوصلوا لها أنه الجاني الآن مع الدرك وكذلك بالدعم ديال رجال الأمن في الدار البيضاء من أجل البحث في حيثيات القضية. مشاهدينا الكرام، هذا الجرم بهذا القتل بهذه البشاعة بهذا التقطيع القمة في البشاعة. مشاهدينا الكرام، إذا توفقنا في أمور أخرى كتعلق حيثيات هذه القضية غادي نوروا بها الرأي العام. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.